تشارك الكاتبة الشابة والأديبة سمية خربوش لأول مرة بمعرض الكتاب الدولي من خلال روايتها التي تحمل عنوان عشقت نرجسيا، والتي تقص فيها مجموعة التجارب التي مرت بها. ميكروفون سامية مازوني. الرواية لي هي في صيغتها الورقية هي عشقت نرجسيا، وأول مشاركة لي في صالون دولي الكتاب سيلة 2019 في طبعة 24. وروايتي تحدث على قصة حب بين شابين سيرينا وآدم، وأيضا تتضمن فيها تحليل اجتماعي لشخصية النرجسي، وكذلك تجمع بين قصة حب وقصة نجاح، يعني كيف تستطيع الأنثى أن تفرق بين الحب وأهدافها في الحياة. وهي رواية متسلسلة بأحداثها وتخص كل أنثى، وهي بمثابة مرآة عاكسة لكل فتاة.